السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سوف نشرح لكم الوحدة الثانية من كتاب الفيزياء، كتاب الطالب للصف العاشر الفصل الدراسي الأول. طبعا أولا نقوم بحل سؤال 1 2 1. أرسم رمز المقاومة في الدائرة الكهربائية. طبعا يكون هكذا، هي رمز المقاومة في الدوائر الكهربائية. أيضا هنا أرسم رمز المقاومة المتغيرة في الدائرة الكهربائية، طبعا تكون نفس الشيء ولكن هنا يكون سهم. كذلك في السؤال الثاني، يمر تيار كهربائي شدته 2.8 في المقاومة ما عندما يكون فرق الجهد بين طرفيه 12.0، كم ستبلغ شدة التيار الكهربائي المار عبرها عندما ينخفض فرق الجهد 6.0؟ طبعا هنا الجواب يكون يتناسب فرق الجهد بين طرف المقاومة مع شدة التيار الكهربائي، بما أن فرق الجهد سوف ينخفض إلى النصف فسوف تنخفض شدة التيار الكهربائي أيضا إلى النصف، فتكون الإجابة V تساوي 2.8 على 2، فـ I تعطينا 1.4 A. الآن ننتقل إلى السؤال 2.3. هذا هو سؤال 2.3، ما الذي يدل عليه اختصار LDR؟ طبعا هنا المقاومة الضوئية، المقاومة الضوئية. أرسم رمز في الدائرة الكهربائية، طبعا رمز الدائرة الكهربائية لدينا هكذا، وتكون هنا دائرة والأسهم تكون هكذا. أما في السؤال جيم، ماذا يحدث للمقاومة الضوئية عندما يسقط عليها الضوء؟ طبعا سوف تنتقل مقاومتها عندما يسقط عليها الضوء. لدينا هنا في السؤال ألف، أرسم رمز المقاومة الحرارية في الدائرة الكهربائية، هكذا تكون المقاومة. عندنا أرسم استخدام المقاومة أو أذكر استخدامات المقاومة الحرارية، طبعا يستخدم في دائرة استشعار درجات الحرارة. أيضا في السؤال جيم، وضح سبب ملائمة المقاومة الحرارية لهذا الاستخدام. طبعا تتغير مقاومتها كثيرا عندما تتغير درجة حرارتها قليلا. المقاومة الآن نقوم يعني هنا وضح سبب ملائمة المقاومة الحرارية، تتغير مقاومتها كثيرا عندما تتغير درجة حرارتها قليلا. عندنا المقاومة المكافئة لمقاومتها موصلتين على التوالي، فعندنا مثلا هنا R يساوي R1 زائد R2 يعطينا R يساوي 20 زائد 20 يساوي 40، هكذا تكون الإجابة، نموذج للإجابة. الآن ننتقل إلى هذا السؤال رقم 5 هنا في الصفحة المقابلة، السؤال رقم 5 هنا. السؤال رقم 5، المقاومة المكافئة المقاومتين موصلتين على التوالي عندنا في كل منها تكون الإجابة R تساوي R1 زائد R2 تساوي R تساوي 20 زائد 20 يعطينا 40، هكذا تكون الإجابة. عندنا في السؤال 2.6، هنا في السؤال 2.6، وصلت 3 مقاومات على التوالي بطارية كما موضح لكم في الشكل،
تمتلك المقاومة ألف أكبر قيمة من الثلاث المقاومات شدة التيار الكهربائي عبر A تبلغ 1.4. ماذا تقول على شدة التيار عبر كل من المقاومتين ألف وباء وجيم؟ عندنا في هذا السؤال نفس شدة التيار الكهربائي 1.4 A تتدفق عبر المقاومتين باء وجيم لأن المقاومات الثلاثة موصلة على التوالي. عندنا 2 و7، كم تبلغ المقاومة المكافئة لثلاث مقاومات موصلة على التوالي؟ قيمة كل منها عندنا 30، فتكون الإجابة هنا المقاومة المكافئة لثلاث مقاومات موصلة على التوالي فتكون مثلا R تساوي R1 زائد R2 زائد R3، فتكون 30 زائد 30 زائد 30 تساوي 90. هكذا تكون الإجابة. في السؤال 2-8، ما عدد المقاومات التي يجب توصيلها على التوالي لتعطي مقاومة المكافأة قيمتها كل منها؟ عندنا هنا 80 تقسيم 20 يعطينا 4، إذن عدد المقاومات تساوي 4. الآن ننتقل إلى السؤال 2-9، استخدم فكرة المقاومات الموصلة على التوالي لتشرح لماذا يكون للسلك الطويل مقاومة أكبر من السلك القصير وكلاهما مصنوعان من مادة نفسها ولهما السمك نفسه. طبعا هنا تكون الإجابة السلك الطويل يشبه سلكين قصيرين أو أكثر موصلة على التوالي، تضاف مقاوماتها لإعطاء المقاومة للمكافأة. عندنا في السؤال 2-10، استخدم فكرة المقاومات الموصلة على التوازي لتشرح لماذا يكون السلك السميك مقاومة أقل من السلك الرفيع. طبعا السلك السميك يشبه سلكين رفيعين أو أكثر موصل على التوازي، تكون مقاومة المكافأة أقل من المقاومة أي من السلكير. عندنا 2.11 هنا، وصلت المقاومة هكذا والمقاومة على التوالي يصدر جهد الكهربائي 15.0، فتكون هنا الإجابة R تساوي R1 زائد R2 تعطينا R20 زائد 10 تساوي 30. هكذا تكون شدة التيار الكهربائي. أيضا IV على R تساوي 15.0 و30 تعطينا 0.5A، فالإجابة I 0.5A. أما في السؤال B، أي مقاومة سيكون فرق الجهد بين طرفيها أكبر؟ هنا تكون عندما تكون شدة التيار الكهربائي I هي نفسها يكون فرق الجهد متناسبا مع المقاومة، لذا سيكون فرق الجهد أكبر بين طرفي المقاومة لأكبر والتي تساوي 20 الآن ننتقل إلى سؤال 2-12، هنا كم تبلغ المكافأة لثلاث مقاومات؟ هنا تكون المقاومة المكافئة لدينا، هنا السؤال رقم 12، المقاومة لدينا 1R تساوي 1R1 زائد 1R2 زائد 1R3، فتكون الإجابة 1/60 زائد 1/60 زائد 1/60، فواحد R تعطينا 20، فتكون الإجابة 20، فالمقاومة المكافأة تساوي 20. عندنا كذلك هنا في السؤال 13 نفس الطريقة، هنا في السؤال 13 عندنا 1/R تساوي 1R1 زائد 1R2 فيساوي 1/30 زائد 1/60
فتعطي الإجابة 1R يساوي 21، أي الR تساوي 20. المقاومة الكافية تعطينا 20. الآن ننتقل إلى أسئلة الكتاب. هنا أسئلة الكتاب، أكتب كل رمز من رموز الدائرة الكهربائية. عندنا في السؤال ألف خلية وليست بطارية، ليست بطارية. كذلك هنا مقاومة ثابتة، وهنا منصهر، وهنا منصهر. أرسم رمز كل مكون من المكونات التالية. عندنا البطارية تكون هكذا، هكذا يكون رمز البطارية، أو هكذا، أو هكذا. أيضا مقاومة التغيير تكون، نغير بلون غير، عندنا هكذا تكون. وكذلك في السؤال جيم تكون هكذا. وكذلك في المقاومة الضوئية تكون بهذه الطريقة. وكذلك في المصباح تكون بهذا الشكل، المصباح تكون بهذا الشكل. الآن نتحدث عن السؤال الثالث. لدى قيس 3 أجهزة أميتر متشابهة، وهو يعرف أن واحدا منها يعمل بشكل سليم ويعطي قرارا دقيقا، ولا يعرف ما إذا كان الجهازان الآخرين دقيقين أم لا. نوصل قياس أجهزة الأميتر 3 في الدوائر الكهربائية كما يوضح في الشكل. طبعا هنا الجواب يكون اثنان من الأميتر غير دقيقين، لذا يجب تجاهل قراءات أي منها. يجب أن تكون جميع القراءات متطابقة، لأن شدة التيار الكهربائي في جميع نقاط دائرة موصلة على التوالي وهي نفسها، ولا يمكن معرفة الأميتر السليم. الآن نقوم بحل السؤال الرابع. هنا السؤال رقم 4 يوضح مخطط الدائرة الكهربائية أدنى دائرة موصلة على التوالي مزودة بمصدر جهاز كهربائي ومصباح L ومقاومة R. فإذا كان فرق الجهد بين طرفي المصباح هو 4V وبين طرفي المقاومة 8V، فتكون هنا الإجابة فرق الجهد بين طرفي المصدر V تساوي 4 زائد 8 تساوي 12V. أما في السؤال الخامس فنقول يوضح المخطط أدناه دائرة كهربائية تحتوي على 3 مقاومات مختلفة موصلة على التوالي. فإذا كان فرق الجهد بين طرفي R هو 6V وفرق الجهد بين طرفي R2 هو 1V، فتكون الإجابة هنا فرق الجهد بين طرفي R3 تكون V3 يساوي 9، 6 زائد 1 يساوي 2V، يساوي 2V. الآن ننتقل إلى حل السؤال السادس. ألف تحتوي دائرة كهربائية على 3 مقاومات مختلفة موصلة على التوالي R1 R2 R3. أكتب معادلة المقاومة المكافئة R في الدائرة الكهربائية بدلالة R1 و2 و3. فهنا تكون الإجابة في السؤال ألف تكون المقاومة المتكافئة R تساوي R1 زائد R2 زائد R3. أما في السؤال ب فالمقاومة المكافئة تكون R تساوي VI تساوي 12 على 2، فالمقاومة تساوي 6، فR تعطينا 6. كذلك ننتقل إلى أو بطريقة أخرى في السؤال ب نحلها بطريقة أخرى. فR تساوي R1 زائد R2 زائد R3.
فتساوي 3R1 تساوي 6. R1 تساوي 2 باي. الحين نتكلم عن السؤال رقم 7. في السؤال الأول يكون فرق الجهد بين خلية يساوي فرق الجهد بين طرفي المقاومة، تكون شدة التيار الكهربائي عبر الخلية أكبر من شدة التيار الكهربائي عبر المقاومة، تكون المقاومة المكافئة أصغر من أقل مقاومة في الدائرة الكهربائية، تكون شدة التيار الكهربائي تساوي هنا تساوي شدة التيار الكهربائي خلال R1. الآن نقوم بحل السؤال رقم 8. هنا طبعا يظهر المخطط الدائرة المقاومتين موصلتين هذه، فعندنا في الجواب احسب شدة التيار الكهربائي، عندنا I تساوي VR تساوي 24 على 6، فالإجابة 4A. كذلك في السؤال B عندنا I تساوي VR 24 على 3، فI تساوي 8A. الآن ننتقل إلى السؤال التاسع. مبنى المدرسة فيه 10 غرف صفية، وتحتوي كل غرفة على مصباح كهربائي واحد، تتزود جميع المصابيح من مصدر الجهد الكهربائي الأساسي نفسه وبفرق الجهد 220 V، ويعمل كل مصباح بفرق الجهد 220 V. أذكر سببين لتوصيل الكهرباء. طبعا السبب الأول يمكن تشغيل أو إيقاف المصابيح بشكل مستقل. السبب الثاني إذا تعطل أحد المصابيح فسوف تبقى المصابيح الأخرى تعمل. السبب الثالث تتمثل الفكرة في إمكان عزل جزء من الدائرة الكهربائية للصيانة دون التأثر على الأجزاء الأخرى. أما في السؤال جيم في السؤال 10 عندنا الجواب هنا يوضح التمثيل البياني. استخدم التمثيل البياني لشرح المقاومة. طبعا مع ارتفاع درجات الحرارة، عندما ترتفع درجات الحرارة ترتفع تقل المقاومة. هنا تقل المقاومة، العلاقة بين درجة الحرارة والمقاومة علاقة عكسية، علاقة عكسية. عندنا أيضا في سؤال 11 يوضح التمثيل البياني هنا شدة التيار. طبعا التمثيل البياني مكون من المقاومة R على المحور الرأسي وشدة الضوء على المحور الأفقي. وهنا نقول شكرا لكم على حسن الاستماع، وأتمنى نشر هذا الفيديو لطلاب الصف العاشر لتعم الفائدة، وأيضا الاشتراك في القناة. وشكرا لكم على